بس انا عايز اقف معاك قدام تصريح مهم واخد رايك فيه. في نروح للاسماعيليه، يحيى الكومي قال تقدمنا باكثر من عرض للنادي الاهلي عشان يتعاون معانا يدينا. معايا تصريحات كلها كان نزار الناصر يا ريت اللي انا اتفضل. جايب منها مقتطف. عايز ابدا بيحيى الكومي، اتفضل، لان انا عايز بس ارد عليه. هو بيقول طلبنا لعيبه من الاهلي والاهلي لما يتعاون معانا. ده اول تمام، تصريح من هو تصريحاته. عايز اقول له طب بالظبط ما زعلان ليه؟ روح للزمالك، مش انت بتقول دول ولاد العم، روح للزمالك عادي. الاهلي ما عندوش لعيبه، طب هيعمل لك ايه؟ قول لنا تصريحات يحيى الكومي، نبدا من الاسماعيلي يا استاذ فاروق. تصريحاته كانت يعني برضو كانت تصريحات ناريه في كل الاتجاهات. قال اول حاجه انا عندنا عروض لشكر النجيب من فاركو وبيراميدز وسيراميكا وجميع الانديه تقريبا، وهو رفض التجديد للاسماعيلي، فاحنا هنبيعه لاي نادي ما عندناش مشكله. عرضت عليه ياخد اكبر رقم في الفريق وهو عايز يمشي، تمام كده، واحنا ما عندناش مشكله. في اجراءات قانونيه، بيرد على الاستاذ محمد الطويل الكلام اللي قاله امبارح اللي احنا قلناه، بيقول هناك اجراءات قانونيه في قضيتنا ضد نادي النجوم، والقيد ما تم، يعني القيد بالنسبه لنا ما توقفش وهنقيد لاعبتنا. تمام. ده بقى تحدي القانون اللي الله اعلم. اخر حاجه بيقول لك عرضنا على الاهلي ضم لاعبين ولكنهم لم يتعاونوا معانا ومرضيوش يدونا اي لعيب. فهنا كان الرد من النادي الاهلي، في بعض الناس طلعت قالت لك هنتعاون معاك اللعيبه، الراجل الموسيماني قال لك انا محتاج اللعيبه بتاعتي، هنسيب لك مين؟ قلنا خد حد من قطاع الناشئين او من الشباب، قال لك لا انا عايز فريق اول. طب الفريق الاول لعيبه، موسيماني متمسك باللعيبه ومش عايز يسيب حد، الحل ايه؟ الحل يعني ان نمشي لعيبه غصب عنه، وفي لعيبه رافضه، يعني في لعيبه رافضه، يعني محمد محمود من ضمن الناس اللي مطلوبه بالاسم، هو ورامي ربيعه رافضين، رافضين تماما. قال لك لا، محمد محمود قال لك انا قاعد في الاهلي وهاخد فرصتي ومش هروح لاي نادي، رامي ربيعه بيقول لك لا انا ما اروحش الاسماعيلي، انا اروح اي نادي تاني لكن انا ما اروحش الاسماعيلي. فالنادي الاهلي بيقول له طب احنا نعمل ايه؟ نجبر اللعيبه انها تروح؟ هو بقى طلع التصريح ده طبعا ضربه كده، فطبعا ما كانش ينفع وما كانش صح انه يقوله يعني. ده بالنسبة للإسماعيلي.